أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله مشاهدينا الافاضل، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، على بركه الله نبدا مع قمه هذه مباريات الدور الثمن النهائي ليورو 2020 بين المانيا وانجلترا هنا على ملعب ويمبلي، والمباراه رقم 300 بالنسبه للانجليز في ملعب ويمبلي، المواجهه رقم 33 بين المنتخبين. الفريق الالماني الذي لم يفوز هنا في ويمبلي على المنتخب الانجليزي منذ سنه 75 لهذا المدرب ساوث جيت، تاريخ طويل ولحظات اكيد يتذكرها في هذه الاثناء عندما ضيع ركله الجزاء في يورو 1996 عندما فازت المانيا انذاك، وكذلك المدرب يواكيم لوف الذي قد تكون اليوم اخر مباراه بالنسبه اليه مع منتخب المانيا اذا خرج. كل الكلام ينسى الان في هذه اللحظات مع بدايه هذه المباراه في اللحظات القادمه بين عمالقه الكره الاوروبيه والعالميه الانجليز والالمان. منتخب المانيا ب 2000 مناصر يحضرون هذه المباراة من الجالية الألمانية لأنه فرض حظر. الكرة يشوى لا 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 لا، صعبة صعبة الكرة هذه، ووكر في التغطية من هنالك يخرج، جاءت لوك شو التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق اللاعب ديكلان رويس، والتسديدة سهلة بين أحضان جوردان بيكفورد. هذه الكرة من لونج تمكن منها جوريتسكا، كرة خطيرة راح فيرنر، بحث من هنالك عن جوزينس والتغطية الدفاعية راح. الحكم يقول ماذا هنالك، ركلة جزاء أم مخالفة؟ والبطاقة لا مافيرت سيتولاها هافيرت، لا الكرة ضاعت، ركلة كيميش مرة ثانية يرفعها، والتغطية الدفاعية من خيوكر، التغطية من توني كروس، بوكايو بوكايو يو 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 رايح رايح بوكايو ساكا. الحكم ماذا قال؟ هناك مخالفة، نعم يقول مخالفة على روديغير اللي تلقى من جورايتسكا، سريع اللاعب المنتخب الالماني كالفين فيليبس، لوك شو راح رحيم بوكايو ساكا، اوه في خطأ هنا من جورايتسكا لبوكايو ساكا، رحيم يدخل رحيم سليق، يو 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 يا سلام على رحيم ويا سلام، ارحم الانجليزي الالمان الليله. الكره في الركنيه ماغواير وسهلة بين أحضان الحارس مانويل نوير، رأسيتك ساكا، تريبيير تريبيير ساكا مرة ثانية، دخل تريبيير وفي وضع تسلل. على فكرة هاري كين أي نعم لم يسجل، بابا 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 خطيرة، يا ماغواير متى تسجل يا ماغواير؟ كنت في من أمام كيميش، يستند على لوك شو، يو في خطأ، الحكم يصفر على توني على كيميش، 4-6 خطيرة الدفاع كيميش، والكرة في الركنية يا سيد الحكم، نعم ركنية للإنجليز من هنالك، أجواء ملتهبة في مدرجات ملعب كيميش باليمنى باليسرى، كيميش يرفع الكرة خطيرة، جول خطيرة الكرة هذه من جوزينس، خرج هافيرتس، فيرنر فيرنر بابا 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 رائعة رائعة، الأول كان هافيرتس والرائع الثاني كان بيكفورد، يا خطيرة الكرة هذه، كيميش يدخل خطيرة كيميش، خلف المدافع يطلبها في العمق، كيميش هل كان في وضع التسلل؟ ننتقل للمساتهم واستحواذهم، هاري كين هاري كين، الحكم يصفر خطأ، الحكم يصفر خطأ لهاري كين، ضغط كبير جدا على هاري كين، هذا الذي لك شو، تريبيير يلعبها خطيرة خطيرة، رائعة كرة تريبيير في اتجاه هاري كين، قوارض بالنظر لما شاهدناه خلال المرحلة الأولى من عمر المباراة، اللي كانوا متخوفين من سيناريو اللعب بتاع ساوث جيتس، أعتقد بأنه اطمأنوا، هنا مخالفة يصفرها الحكم، رحيمه وقال وقال وقال، دعني ماكيني نهاية الشوط على فرصة خطيرة ثمينة أخيرة لهاري كين الذي يبدو أنه لن يسجل لإنجلترا وسيزداد عليه الضغط أكثر فأكثر. هاي لإعادة مرة ثانية من رحيل، أينما كنتم مرحبا أهلا وسهلا إلى ملعب ويمبلي ومجريات الشوط الثاني من مباراة إنجلترا أمام ألمانيا، 0-0 كنا. رحيم 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 أوي سوي خطيرة، بابا 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 يا سلام على الطائر مثل ما جات، شوف اللعبة الراسية، بوم هافيرتس بروعة، هاي صعبة من رحيم، هاي صعبة من رحيم، هاي صعبة من رحيم، رحيم يا من رحيم يرجع
من ليو مالس بعد ما مرت نخرجها الآن، بعد ما مرت ليو مالس نخرجها الآن حتى نسمح لهاري كين ونسمح لي هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول. والله هافرتس، هافرتس وفيرنر وجونستونز هذه المرة. يعني ألمانيا على الورق قبل اليوم أقوى. يا بوكايو ساكا من أمام جينتير، يا بوكايو ساكا من أمام جينتير يبقى ساقط على أرضية الميدان حتى قبل هذه الإصابة. عند الكرة الإنجليزي نسمع الجماهير هذه نخلي الكرة ونغادر. يعني مرة ثانية اللي يلعبها في العمق لفيرنر، فيرنيش جريليش ما زال يغطي كورتو ويضيع الكرة الأولى. الحكم يصفر خطأ ضده لصالح كاي مع توني كروس. رحيمي، رحيمي حاول يمر من أمام توني كروس وفي خطأ يا سيد الحكم. نعم يسترجع لفيليبس مرة ثانية، يصير كرة بعيدة لجريليش. رحيم تريبيير، تريبيير فيليبس في الوسط، تدخل هنا كان قوي من جوزينس والبطاقة الصفراء يا روبين يا جوزينس. وصلت لم تظهر ملامح وانطلق بوكايو ساكا فات الكرة وراحت ضربة مرمى لصالح الحارس مانويل نوير. تعبت يا ساكا، الألمان مرهق. جريليش وبابا بابا خطيرة خطيرة جول بابا 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 جول. رحيم لم يرحم ألمانيا، رحيم يسجل الثالث في مشواره، إنجلترا تسجل ثالث أهدافها في البطولة. يا سلام على رحيم، يا سلام. رحيم استلم، رحيم دخل، رحيم مر، رحيم وصل، رحيم سدد، رحيم سلال إنجلترا انطلق منه. با 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 في خطأ، في خطأ وبطاقة صفراء لهاري ماغواير. نفس سيناريو الكرة با 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 جول. لا يا ميلار، يا رحيم ماذا ضيعته؟ ميلار، 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 ميلار. غلقين تلعب مع جرو، مع مع اللاعبين الانجليز لوك شو، جريليتش، جريليتش، جريليتش. با 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 جول. هاري جول، هاري جول، هاري جول، هاري جول. اليوم انت هاري جول وليس هاري كين. في نهاية المطاف يفعلها الغول بعد 8 مباريات من دون تهديف. هاري كين ينقذ انجلترا. فانه سيتساوى مع صاحب الرقم القياسي لتسجيل اسرع 100 هدف بقميص فريق السيده العجوزه عمرو سيبولي في 120 مباراه. اثنين اول برتغالي يفوز بجائزه هداف الدوري الايطالي رغم انه يخوض موسمه الثالث في الدوري الايطالي، لأن كريستيانو رونالدو لم يأخذ حتى الآن جائزة هداف الدوري الإيطالي في الموسمين الماضيين. وصدر كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هداف الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 20 هدفا في 22 مباراة، متفوقا على روميلو لوكاكو بهدفين. وفي حال نجح في اقتناص هذا اللقب بنهاية الموسم سيصبح أول لاعب برتغالي يحققه. ثالثا، هو أول لاعب يسجل 9 هاتريك في دوري أبطال أوروبا. يتقاسم كريستيانو رونالدو وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي
قائد برشلونة رقم قياسي في عدة مرات تسجيل الهاتريك في دوري أبطال أوروبا بواقع 8 مرات لكل منهما، ويسعى كريستيانو رونالدو للانفراد بهذا الرقم بتسجيل أول هاتريك له في المسابقة الأوروبية منذ نحو عامين. وستكون الفرصة مواتية أمام كريستيانو رونالدو لتسجيل الهاتريك عندما يستضيف فريق يوفنتوس نظيره بورتو البرتغالي في إياب دور 16 من نسخة الموسم الحالي. علما بأن البيان كونيري يحتاج لتعويض خسارته في لقاء الذهاب خارج الديار.